النادي الاهلي لاعب النهارده عامل حسابه كويس قوي على المباراه وبيحترم كمان الداخليه بشكل كبير جدا لان هو بيلعب النهارده التشكيل الاساسي اللي دايما بيلعب بيه الا اذا كان بيتحرك شويه في ميدو جابر عارف انت ازاي ده الوحيد اللي بيتحرك فيه مع لاعب تاني فهو احترم الداخليه عمل مباراه جيده الداخليه عملت مباراه جيده دفاعيا في البدايه كانت بت 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 بتهاجم زي ما بيقول باثنين لعيبه هو اللعيب اللي هو بيلعب في نص الملعب اللي هو اللعيب البرازيلي وزيكا وبيدافع بالباقي فكان قافل على مرماه بشكل كبير من الناحيه الدفاعيه بالنسبه لهجوم النادي الاهلي وبعد كده الشوط الثاني بقى لما بدا هو يهاجم النادي الاهلي وبدا يلعب على المكسب لان انا عارف من الاول ان هو بيلعب على اساس ان هو برده مش عاوز يوصل هو يمكن قال الكلام ده يعني هو قال الكلام ده ان هو مش عاوز انه عنده ماتش مع طنطا ماتش قوي وماتش مصيري بالنسبه له طب فما كانش عاوز يوصل لضربات الجزاء فهي الامنيه بتاعته ده اتحققت بس اتحققت بلاعب كبير ولاعب قوي من النادي الاهلي بشكل كبير وعمرو السوليه ظهر بشكل كويس قوي مروان محسن ظهر بشكل كويس جدا حسام عاشور يعني اغلب لعيبه النادي الاهلي وليد سليمان جاي يعني كلهم ظهروا بمستوى بص كره الهدف وانا ده اللي في القايم اختها اللي في القايم اللي بعديها هي الهدف فعشان كده المباراه كانت احنا بالنسبه لنا او بالنسبه لنا المباراه كانت تعتبر جيده لان شايف فيها نواحي هجوميه ونواحي دفاعيه من الداخليه ما كانش الآن او بتهاب النادي الاهلي ودي كانت متمثله في صحيح في احمد مصطفى واللاعب البرازيلي وناصر منسي دول ما كانوش فارقه معاهم كانوا بيلعبوا بحريه مطلقه لكن لعيبه النادي الاهلي خلصت الموضوع وخلصت المباراه ما يعني انبساطك من الكابتن حسن شحاته يزعل يزعل زعل مين يعني لا هو كابتن حسن الراجل الحقيقه بينصف صحيح ويشعر بتقدير تجاه الاهلي وهو لما قال انا كنت العب في الاهلي انا لقيت ناس بتبلغني بيقولوا الناس زعلانه قوي وبيقولوا له كده وكابتن عدلي مبسوط من كلام هو انا المشكله يعني كابتن عدلي مبسوط هو انا قلت الكلام ده على فكره كابتن حسن ده انا انبسطت لان كابتن حسن اكد ان انا الروايه اللي انت حكيتها اكدت ان انا قلت قبل كده الا ليه من اكتر من سنه قال لنا من مده عده شهور يعني فهو اكد ده اللي بسطني اكد ان انا المعلومه اللي قلتها ما كانتش يعني مختلقه ففوجئت ان وعد القيعي مبسوط قوي من طب هو عد القيعي ما انبسط ولا ده يعني ما دي قيمه حسن شحاته دي قضيه مين يعني ليه عامله يعني شغله ناس ليه في ايه ما انبسط ولا اتضايق ولا ما هو زي ايه يعني